إلينا من عمان السيد سركيس تشوبريان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب. أهلا بك السيد سركيس. نتحدث بداية عن الارتدادة الإيجابية للدولار الأمريكي والذي شهدناه كذلك مع انتظار إقرار حزمة الجديدة التحفيزية الأمريكية. نتحدث عن هذه الارتفاعات بالنسبة للدولار الأمريكي في مقابل كذلك شهدنا عودة التراجعات على الذهب والتراجعات ربما تقترب من نحو 2% في هذه الأثناء على الذهب. نعم. أهلا فيك. بالفعل ارتفع الدولار الأمريكي منذ صدور بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة الماضي، حيث أن هذه البيانات حفزت موجة شرائية للدولار من متداولين خارج الولايات المتحدة توجهوا إلى أمريكا للبحث عن استثمارات في أسواق العائد المرتفع مثل أسواق الأسهم والتي تشهد أداء رائع في الولايات المتحدة مثلها مثل الأسهم الأوروبية هذا اليوم وعديد من أسواق الأسهم حول العالم. فالبيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الجمعة الماضي من الولايات المتحدة أظهرت انخفاض ملموس في مستويات أو معدل البطالة، ورغم أن معدل البطالة ما زال مرتفع جدا عن مستويات ما قبل الجائحة التي وصلت إلى 3.5%، لكن يرى المتداولون والمتابعون للاقتصاد الأمريكي حاليا بأن حزمة التحفيز قادرة على تقليل التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي، خصوصا مع الانخفاض الذي حصل الأسبوع الماضي في عدد الإصابات في الولايات المتحدة والذي كان مقداره 16% والذي كان أول انخفاض بعد عدة أسابيع من الارتفاع. وبالتالي توجه المتداولون للدولار أولا للبحث عن الاستثمارات في الولايات المتحدة. ويجب أيضا أن ننظر إلى موضوع مهم آخر، وهو أن العديد من الدول الناشئة توجهت إلى شراء الدولار لتغطية مخاطر انخفاض عملة تلك الدول، فنحن أمام انخفاض عملات عدة دول ناشئة، فتوجهت حتى البنوك المركزية فيها بحسب اعتقادي إلى شراء الدولار لتغطية مخاطر انخفاض في أسعار عملات تلك الدول، وهذا بالتأكيد أثر على أسعار الذهب التي انخفضت. لكن لننظر الآن إلى حركة أسعار الذهب. فمنذ بداية هذه السنة ارتفعت أسعار الذهب من مستويات أقل من 1600 وتحديدا من 1519 تقريبا لتصل إلى 2070 دولار وأكثر، وهذا يعني ارتفاع بحوالي 36%. ولو نظرنا أيضا إلى الموجة الصاعدة الأخيرة التي بدأت على الذهب خلال شهر يونيو الماضي وتحديدا في الخامس من شهر يونيو، سنجد بأن الارتفاع مقداره حوالي 24%. بالتالي الانخفاض الذي يحصل بالذهب حاليا قد أثر فيه الدولار الأمريكي بلا شك، لكن هو عبارة عن عمليات جني أرباح مضاربية، ورغم أن الانخفاض الذي يحصل أخذ أسعار الذهب ما دون 2000 دولار للأونصة مرة أخرى، لكنه أيضا يعتبر قليل نسبيا مقارنة بالارتفاعات التي حصلت. وحتى هذه اللحظة يعتبر الانخفاض في الذهب عبارة عن تصحيح وموجات جني أرباح، إذ أن الظروف الأساسية ما زالت قائمة وربما تتسبب في مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مع عدم استبعادي للمزيد من التصحيح على المدى القصير. نعم، يعني خصوصا أن عندما يكسر 2000 دولار كما ترى سركيس يبدو أن هناك يعني حمى من الشراء تعود وتجتاح الذهب، ولكن ننتظر أيضا حزم التحفيز والتي أعطت هذه القوة أيضا للمؤشرات الأمريكية. إلى أي مدى يمكن أن تتحمل المؤشرات الأمريكية مزيد أيضا من الارتفاع، ولنفرض أنه تم إقرار هذه الحزم أو لم يتم، يعني كيف ستتصرف في كلا الحالتين المؤشرات الأمريكية؟ نعم، التساؤل حاليا حول إقرار الخطة، فالخطة موجودة بالفعل وباعتقادي سوف يتم إقرارها عاجلا أم آجلا. فنقطة الخلاف ليس على إقرار الخطة أم لا، فنقطة الخلاف بأن الحزب الديمقراطي يطالب بأن تكون الخطة عن 3 تريليون دولار، فيما الحزب الجمهوري يطالب بأن تكون الخطة قريبة من 1 تريليون دولار. وبذلك نلاحظ بأن الخلافات حول مقدار الخطة، ويريد الحزب الديمقراطي بأن تكون الخطة قرابة 3 أضعاف ما يريده الحزب الجمهوري. وبالتالي نلاحظ تأثيرات ذلك على أسواق الأسهم الأمريكية، فمؤشر داو جونز عوض قرابة 85% من الانخفاضات التي حصلت خلال شهر فبراير الماضي، حتى أن مؤشر ستاندرد أند بور 500 لكبرى الشركات الأمريكية يكاد أن يصل لمستوياته القياسية التي تحققت آنذاك، ورغم أن مؤشر أيضا ناسداك التكنولوجي انخفض قليلا خلال تداولات اليومين الماضيين، إلا أنه أيضا ما يزال قريب من المستويات القياسية.
فالمتداولون حاليا يتوجهون نحو أسواق العائد المرتفع ومنها أيضا أسواق الأسهم على آمال المزيد من خطط التحفيز الحكومية في الولايات المتحدة بعد الخطط التحفيزية السابقة التي تقاس بالتريليونات من الدولارات إلى جانب التحفيزات الهائلة التي يقوم فيها الفدرالي الأمريكي. لذلك أعتقد بأننا أمام المزيد من الارتفاع في مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الفترة المقبلة، إلا فعلا إذا تم إثبات فشل مرور الخطة الجديدة التحفيزية للاقتصاد. نعم سركيس، ننتقل إلى أسواق النفط وشهدنا كذلك ارتدادة إيجابية للأسعار. خام برنت كذلك يعود إلى مستويات أكثر من $45.30. شهدنا هذه الارتفاعات بعد تصريحات رئيس أرامكو الذي قال بأن الطلب سيتحسن خلال العام 2020 وتحديدا من عودة الطلب الآسيوي على النفط لسابق عهده. تعتقد أن هذه الاحتمالات التي لدينا الآن بعد هذه التحسنات في الطلب الآسيوي على النفط تكون أثرها على المدى الطويل على أسعار النفط؟ بالفعل الارتفاعات التي حصلت بأسعار النفط تعتبر ملموسة نوعا ما، لكن في الحقيقة أسعار النفط ما زالت حتى هذه اللحظة منخفضة في مستويات مقارنة في مستوياتها قبل جائحة كورونا. الطلب من الدول الآسيوية بالفعل تحسن، وخصوصا وأن البيانات الاقتصادية التي صدرت من الصين وعدة دول آسيوية أخرى أفادت بتحسن الطلب، توقعات تحسن الطلب مستقبلا. حتى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أشارت في تقريرها الأسبوع الماضي إلى انخفاض في مخزونات النفط وأيضا نواتج التكرير بالإضافة إلى مخزونات البنزين، وهذا كله حفز الارتفاع في أسواق الطاقة والنفط. حاليا يتابع المتداولون عن كيفية سوف تتعامل الدول مع انتشار فيروس كورونا، ولا يبدو بأننا أمام إجراءات عزل وحظر شاملة كما شاهدنا خلال الأشهر الماضية، وهذا كله قد يصب أيضا في صالح أسعار النفط لترتفع أكثر من هذه المستويات. لكن باعتقادي بأن الارتفاع سيكون محدود نوعا ما، إذ أن المتداولين حاليا يعلمون بأن الطلب العالمي لن يعود بسهولة إلى سابق عهده قبل أن يتم إيجاد لقاح وتوقف انتشار فيروس كورونا تماما. أشكرك سركيس تشوبريان محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي.